سلام الله عليكم متابعي قناة أنفجاليا الأعزاء. أولا عيد مبارك سعيد لكل مغاربة الداخل ومغاربة العالم، وعيد مبارك سعيد لكل الأشقاء العرب اللي كيتابعونا على القناة. هاد الفيديو غادي نهضر على واحد الموضوع مهم جدا. غادي نشرح لكم كيفاش أن المغرب متفوق عسكريا على الجزائر، على الرغم من أن الإنفاق الجزائري على التسلح يفوق بكثير ما ينفقه المغرب على التسلح. هتقول لي كيفاش ما يمكنش؟ غادي نشرح لكم بالدليل وبالإثبات، وغادي نجيب معطيات رقمية ومعطيات تاريخية اللي غادي تبين لكم هذا الشيء اللي غادي نشرح لكم. الصحف الجزائرية دائما كتغنى بواحد الموقع عالمي اللي سميته Global Fire Power، اللي كيعطي تصنيف سنوي ديال الجيوش العالمية، وتردد في جميع المنابر بأنها الجيش رقم 27 عالميا وكذا وتم وكذا. هذه نعطيكم بالدليل والبرهان علاش هذا التصنيف هو مغلوط، وغادي نشرح لكم علاش أنه مغلوط فعلا. إذا كانت أمريكا في المرتبة الأولى وروسيا في المرتبة الثانية فهذه مسألة منطقية لا نقاش فيها، والصين كذلك في المرتبة الثالثة فهذا كذلك لا نقاش فيه. ثم نشوفوا الهند في المرتبة الخامسة وهناك هناك نقاش، اليابان وكوريا الجنوبية هناك أيضا نقاش، والنقاش كيكون أكثر لما كتكون كوريا الجنوبية كتصدر فرنسا اللي هي بين الدول أكثر تصنيع أو أكثر تصدير للسلاح في العالم من بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. واللي غادي يوضح لنا أكثر الصورة، وهذا شيء مضحك في الواقع، أن دول مثل السعودية، إيران، باكستان، أندونيسيا، مصر تتفوق على إسرائيل. هذه مسألة مضحكة، لأنه كنعرفوا القوة الضاربة لدولة إسرائيل في مجال ديال التسلح، وبزاف ديال الأمور تثبت ذلك. إذن هذا باش نبين لكم أولا، أول شيء أن هذا الموقع اللي كتغنى به الصحف الجزائرية والمنابر الجزائرية فهو إلى مزبلة التاريخ. وغادي نعطيكم سبب علاش المغرب كيتفوق على الجزائر عسكريا. أشنا هي أسباب التفوق العسكري؟ كاين جوج الحوايج أساسي. أولا المخابرات، المخابرات المغربية تبتات القوة ديالها أمام المخابرات الجزائرية، وأكبر على دليل على ذلك فهو في جوج الحوايج اللي وقعوا غير مؤخرا. فرئيس المخابرات الخارجي الجزائري فهو استقل بسبب المغرب، لأنه مشى غادي يرشي الرئيس النيجر كما ما اسمه محمد بازوم اللي كان في الحملة الانتخابية، فمشى بغا يرشيه وقال لي غادي نعاونك في الحملة الانتخابية ودى ليه الفلوس فعلا، ولكن بشرط يحضر إبراهيم غالي في حفل ديال التنصيب. فإذا بالمغرب كيفتح هذه المسألة، أو المخابرات المغربية فضحت هذه القضية، وإذا به فاضطر رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية للاستقالة. هذا بالإضافة لعدد الملفات اللي دازت بلا ما يشوفهاش هذا الرئيس ديال الاستخبارات الخارجية، اللي خلات المغرب يتفوق دبلوماسيا في قضية الصحة. والملف الثاني اللي كلشي الصحف العالمية كتهضر عليه حاليا هو ملف إبراهيم غالي. فالاستخبارات الجزائرية فهي قالت بأنها دارت ضربة معلم، مشات عطات إبراهيم غالي باسبور جزائري
اسم جزائري بن بطوش، وهذا لا يليق برئيس زعماء دولة، ما يسمى بدولة. ودخلوا لإسبانيا يعني في سرية تامة، وإذا بالمخابرات المغربية تفضح هذا السر. علاش؟ لأنه ببساطة المخابرات المغربية تتفوق على نظيرتها الجزائرية وبكثير. وخصنا نعرفوا بأن الدور الكبير اللي كتلعبوا المخابرات في التفوق العسكري. وباش نعطيكم مثال، أكبر مثال على ذلك، واحد رقم جوج، رقم جوج التكنولوجيا الحديثة. إذا كانت الجزائر كتعتمد على ديك الخردة اللي كتشي من روسيا، بين قوسين فالجزائر تنفق 10 مليار دولار سنويا على التسلح، هذا في حين أن الشعب الجزائري كيدير الصف باش يشد الزيت، كيدير الصف باش يشد الحليب، كيدير الصف باش يجيب الماء، ومئات الآلاف ديال الجزائريين كيحرقوا بالخصوص إلى دولة فرنسا. وهذا رغم بأن الجزائر فهي ما غاديش نساو، فهي دولة بترولية، دولة غازية، ورغم ذلك فالشعب يعيش في الفقر وكيمشي هاجر باش يبحث على لقمة العيش. إذن نسدو هذا القوس. إذن بالرغم بأن الجزائر تنفق أكثر من المغرب على التسلح، فالمغرب فهو متفوق بالتكنولوجيا، لأن المغرب على عكس الجزائر ما كيشريش الخردة، المغرب كيشري آخر ما كاين في مجال التسلح وبسرية تامة. لذلك باش نرجع لذاك الموقع اللي كيدير الترتيب ديال الجيوش العالمية، فعلاش قلت لكم الى خصو يمشي للمزبلة التاريخ؟ فالسبب الثاني علاش خصو يمشي للمزبلة التاريخ، انه ما كياخدش بين اعتبار اول شيء قوة المخابرات، وثاني شيء هو الصفقات السرية. الصفقات السرية وهي اللي كيعتمد عليها المغرب، لأنه الصفقة إلا دارت وعرفتها الصحافة وعرفوها المنابر الإعلامية راه ما بقاتش صفقة، خص دائما تكون داك عنصر المباغتة. دابا الجيش الجزائري بالنسبة للمغرب فهو يعني صفحة مكشوفة جدا. علاش؟ لأنه الصحافة الجزائرية يجبها تغنى جيش قوي، عندنا كذا وعندنا كذا، حنا عارفين اش عندهم. هذا مجيها، ومجيها اخرى ما تنساوش ان عندنا القمر الصناعي ساتيليت محمد السادس الف وباء، وهذا ما تعلنش عليه حتى قضاء الغرض، يعني جاب المعطيات العسكرية السرية لعند الجزائر، وجاب جميع الأمور اللي محتاجها المغرب باش يبني عليها على حساب التسلح ديالو، لأنه المغرب على عكس الجزائر كيدير تسلح اللي هو سبلي. إذا المغرب هو كيشري سلاح على حساب الخصاص، على حساب مناطق الخصاص، على عكس الجزائر اللي كتعتمد على التسلح من أجل التسلح، يعني داك الشراء اللي هو عشوائي غير ممنهج. وهذا شيء عادي بدولة يحكمها العسكر، فماذا ستنتظر منها؟ إن العسكر لا يفقهون شيئا، عقيدة العسكر السلاح ثم السلاح ثم السلاح، لا شيء غير السلاح. والشعب الجزائري غادي يأكل سلاح، ويريد لو أنه هذا السلاح جعل منها فعلا دولة قوية كما قال الجزائر الحر محمد العربي زيتوت. لأنه بصراحة من سيثق في الجزائر باش يعطيها السلاح يعني المتطور والسلاح الفتاك؟ ما يمكنش تثق في نظام عسكري، والأمثلة كثيرة جدا. نشوفوا مثلا دولة فقيرة مثل دولة تشاد، فإدريس ديبي ليس بيبي عفوا إدريس ديبي، فهو كذلك كان من الدول الأفريقية اللي كتلتجأ كثيرا للتسلح، ومثلها مثل الجزائر تلتجئ للتسلح العشوائي،
وتهي نفس الشيء. فبما أنه نظام عسكري فالدول المصنعة الدول العظمى ما عاديش تثق فيه، تعطيه شي تكنولوجيا متطورة، لأنه ببساطة الدول المصنعة ما يمكنش تعطي التكنولوجيا الحديثة للجزائر باش تهدد الجيران ديالها وتشعل النار في منطقة المغرب العربي اللي هي منطقة حساسة. فهي جات من الشمال على القرب من أوروبا وعلى أبواب أوروبا، فهي أوروبا لن تسمح أبدا باش تكون واحد الفوضى في منطقة اللي هي منطقة حساسة كمغرب العربي. وجنوب المغرب العربي وجد منطقة الساحل اللي معروف المشاكل اللي فيها حاليا ديال الإرهاب بالخصوص. إذن هاد الأسباب فالدول المصنعة هي ما كتثقش في الجزائر تعطيها التكنولوجيا الحديثة، في حين أن هاد الدول كتثق في المغرب وكتزودوا بالتكنولوجيا الحديثة في مجال التسلح، لأنها تعلم جيدا أن المغرب ليس نظام عسكري، السياسة الخارجية ديالو ما مبنياش على شكون هو العدو، شكون العدو ومن هو العدو التاريخي والعدو الاستراتيجي وعدو كذا، وإنما السياسة الخارجية ديال المغرب مبنية على صفر عدو. وهذا على عكس جنرالات الجزائر اللي كيظهروا واحد العدائية حادة جدا اتجاه المملكة المغربية اللي ما يمكنش تأسيس عليها لوحدها، لأنه ما يمكنش نتعاملوا مع هذه العدائية على أنها مزاجية عابرة، لأننا احنا هنا فعلا أمام واحد المنحة، واحد الحاجة ديال دولة الجزائر أو ديال جنرالات الجزائر، وأؤكد ديال جنرالات الجزائر، لتحديد من هو العدو. والعدو التقليدي كما يرددون دائما فهو المغرب. وعلاش كل شيء هذا الشيء؟ علاش الجزائر أو جنرالات الجزائر محتاجين للعدو التقليدي؟ هذا الجوج ديال الحوايج، السبب الأول لتخدير الشعب، والسبب الثاني هو الأهم لتصريف الأزمات الداخلية نحو الخارج.